إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء
وكان الله بكل شيء عليما. يا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما الله أكبر
সাথে কি আপনার একটু তাকবীর দিবেন? আমি আসাদ ভাইয়ের তেলাওয়াত কিন্তু পুরোটাই অনলাইনে শুনেছি, আপনারা কেউ তাকবীর বলেন না। এখন মনে হয় কারি সাহেব হিসেবে নতুন এই মাঠটা, এমনটাই কি সকলে তাকবীর বলবেন? পারবেন না ইনশাআল্লাহ। আল্লাহু আকবার, আরেকটু জোরে বলুন, الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. صدق الله العظيم. السلام عليكم. السلام عليكم. اسلام شانتي اداري هوبه بادي اپن من اسلامي